ما هو الحجاب الشرعي؟ نعم بالظبط، الطرحة في وقتنا الحالي ولا الخمار؟ ويعني عايزة تعرف إجابة واضحة بالنسبة للمرأة. أبدا، الحجاب الشرعي هو ما تستر به المرأة رأسها، سواء حطت شرب كويس، سواء حطت خمار، سواء حطت طرحة قصيرة شوية، المهم أن يكون اللبس فضفاضا وتغطي شعر رأسها، فهذا هو الحجاب، ويعني بدون أبدا أي مشقة وبدون أي تعنت. ولكن بعض الناس أو بعض النساء تستثقل هذا، لا نستثقل أبدا، يعني الأمر أبسط ما يكون، وشرع الله تبارك وتعالى سهل ميسور على كل إنسان.